صباح الخير. يا الله نعم الوهاب وترزقنا شايب وشباب وبلادي للفرحة كتاب والرايا تحرير وللأمة فتح الأبواب وراحة في الضمير أجواء صباحية رمضانية إيمانية نسأل الله فيها أن يغفر ذنوبنا وأن يشرح صدورنا ويعفو تقصيرنا. أسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم المبارك رابع أيام شهر رمضان الفضيل، ينعاد علينا بالخير الصحة والعافية يا رب. هذا الشهر الكريم شهر الرحمة شهر الخير والنفحات الربانية، لكن بالرغم من هذا فالكثير من الناس من يطور لقلة الأمور وأتفه الأسباب، تجده يدخل على أهله ويجد مثلا فطور رمضان غير مناسب نوعا وعملا، فيغضب يسب يشتم وأكثر من ذلك. ناهيك عن المناوشات والشجارات في الشارع بين الأشخاص، السوق وأماكن العمل عفوا، وكم يجر الغضب والغيظ من مآسي على الأفراد والمجتمعات. حديث الأستاذ كمال تواتي في ركن الدين المعاملة بعد الفاصل. إذا الأستاذ كمال تواتي حاضر معنا هذه الصبيحة، صباح الخير، رمضان كريم لنا ولكم إن شاء الله ولجميع المتابعين يا رب العالمين. آمين يا رب، كل عام وانت بخير أستاذ كمال تواتي. الحمد لله يا رب العالمين، نسأل الله الخير والبركة إن شاء الله يا رب. آمين. أستاذ كمال تواتي، اليوم صبيحة اليوم ركزت على موضوع نعيشه دائما خاصة طيلة شهر رمضان الفضيل، يعني نقولوا للأسف لأنه نشوفوا هذا مثل هذا المعاملات ولا مثل هذا المظاهر يعني في الشارع اللي هي الغضب والغيظ. واليوم راح تكلمنا على كيفية كظم الغضب والغضب وأجر من يكظم غيظه والغضب دياله. على بركة الله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصح فطوركم وصح سحوركم في كل أيام الماضية واللاحقة إن شاء الله. إن شاء الله. وش معناتها كظم الغيظ؟ هل كظم الغيظ هو الغضب؟ قال لك لا. الغضب هو الحاجة اللي تبان في الوجه، يحمر الإنسان، تنتفخ الأوداج، يبين حركة، يقول كلمة، هذا هو الغضب. كظم الغيظ مخبي قبل ما يبان الغضب. إذن كظم الغيظ هو أول التأثر في النفس، يعني هو أصل الغضب داخل. هو أصله، بارك الله فيك. ولما يثور الإنسان وما يقدرش يكظم غيظه يولي غضب، ثم يولي أفعال وحركات. شوف ربي سبحانه وتعالى أعطانا الحسنات على حاجة ما زال ما بانتش، تخدم الحسنات بقلبك قبل ما تبان، قبل ما تزعف، قبل ما تتكسر، قبل ما تقول أي كلمة، قبل ما تفأر. كاين عبادة تسمى بعبادة كظم الغيظ. الله سبحانه وتعالى يوصف بالغضب ولا يوصف بكظم الغيظ. نقدر نقول غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم. الله إذا غضب فإنه يفعل، فإنه يعاقب، لكن ما نقولوش في حق ربي أنه كظم غيظه، لأن هذا من صفات البشر وليس من صفات الله. أمر آخر، ربنا عز وجل أعطى جنات عرضها السماوات والأرض لمن اتصفوا بصفات كثيرة، من بين هذه الصفات صفة كظم الغيظ. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ثم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ إذن عرفنا، كظم الغيظ من أجمل الأخلاق إذا اتصف بها الإنسان، وخاصة إذا كان ربي خلقه عليها، ربي فطره على ذلك الخلق اللي هو أنه يشد روحه رزين ثقيل ويخمم قبل ما يدير أي فعل، لقيمة نفسه عند نفسه ولاحترامه لغيره ولرجاء ثواب الله عز وجل، ولأنه لا يريد أن يخسر الناس وليس لضعف. الكاظمون للغيظ ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يكظم غيظه، يكظمها ضعفا، وهذا ليس الحديث عنه.
الذي يكظمها استحياء من الناس، حشم من باباه ويمه، حشم من إنسان ذي سلطان، حشم من الناس اللي يحترمهم، ولو كان ما كانوش حاضرين يعطيها الحس، يقول واش يحب وربما قد ينتقم. هذه ثاني ماهوش الشيء اللي نتكلموا عليه. الكاظم للغيظ الذي عنده حسنات كثيرة عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكظمها على جلال ربي برك، ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى مدح محمدا صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إلى غير ذلك. قصص كثيرة عن كظم الغيظ، ولعل محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من نتحدث عنه في مسألة كظم الغيظ. كم من مرة سب وشتم، بل يأتيه أحدهم أمام الناس ويقبضه ويجذبه جبذة وجذبة شديدة من عنقه حتى يؤثر ذلك الثوب على عنقه، فيقول اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قصص كثيرة نعرفها. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلكم قد ضربوا أروع الأمثلة في كظم الغيظ. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الحر بن قيس استأذن لرجل يسمى بعيينة. هذا الرجل دخل على عمر بن الخطاب وقال له: هيه يا ابن الخطاب، كما نقول احنا بدرجتنا ايه، هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطي الجزل، يعني ما تعرفش تنفق وما ركش تمد لنا حقنا، وإنك لا تحكم بالعدل. فغضب وهم بشيء، فقال له الحر بن قيس: يا عمر، يا عمر، يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فسكت وكان وقافا عند كتاب الله فعفى عنه. أبو الدرداء رضي الله عنه أتاه رجل وسبه. وإحنا لما نضرب هذه الأمثلة راهي تنطبق على جميع ما نعيشه كما ذكرت قبل قليل، سواء في بيوتنا، في أشغالنا، أعمالنا، في تجارتنا مع الناس وما إلى ذلك. يأتيه أبو الدرداء رضي الله عنه، يأتيه رجل فيسبه سبة شديدة، فيقول له أبو الدرداء رضي الله عنه ناصحا له، على أساس أنه يعني ما كان لنا أن نبادلك بما تفعل، وإن أحق ما نعاملك ما نعاملك به هو أن نطيع الله فيك ما دمت قد عصيت الله فينا. يعني وقال له يعني هون عليك، هون عليك. هو رضي الله عنه أيضا أبو الدرداء كان عنده غلام، والغلام أخطأ، كلفه بأن يعطي العلف لبقى لغنم للغنم، فأعطاها للفرس. فقال له: لما فعلت ذلك؟ فقال له الغلام: أردت أن أغيظك، حبيت نزعفك، ما لقيتش واش ندير لك، حبيت نزعفك. فقال له: والله لا أجمعن بين كظم الغيظ والأجر، أنت حر لوجه الله. أعطاها هدية، قال له: أنت حر، حبيت تغلبني في هذه؟ قال له: ما تغلبنيش في هذه. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربوا أروع الأمثلة. ابن عباس رضي الله عنهما أيضا يعني كان له موقف جميل، حتى أن أحدهم شتمه وسبه، فالتفت ابن عباس رضي الله عنهما إلى عكرمة وقال له: انظر يا عكرمة، انظر إلى هذا، هل له حاجة فنقضيها له، وش خصوه باش نعطوها له. وهذه مليح تكون عند أرباب الأعمال، عند المسؤولين، أصحاب الوظائف اللي عندهم خدامين معهم، أنهم يتعاملوا معهم بعض الطريقة اللي هو أساس وش خصك خير إن شاء الله. وهذه من السياسات التي تستعمل من أجل تهدئة الآخر، خاصة إذا كان غضبانا. فأطرق ذلك الرجل رأسه واستحى ثم ذهب. هي قصص كثيرة. على كل حال، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله قال لك: ذات يوم كان يمشي فمر على رجل ولم يره، كان يمشي في الليل، فداسه برجله، فقال له ذلك الرجل ولم يعلم بأنه أمير المؤمنين، قال له: إليك عني يا مجنون يا المهبول. فقال له، قال له: هل أنت مجنون؟ فقال له: لا، أنا لست بمجنون. فقام الحرس لكي هم به لكي يضربوه، فقال: لا، سألني فأجبته، قال لي: أنت مهبول؟ قلت له: أنا لست كذلك. إبراهيم بن أدهم كما يروى عنه، وأختم بهذا في القصص حتى يكفينا الوقت إن شاء الله، قيل أنه ذات يوم مر بيهودي، ذلك اليهودي أراد أن يغيظ إبراهيم بن أدهم، وكان معه كلب، كان الكلب مع اليهودي، وأعتذر عن هذا المثال على كل حال، ولكنها قصة تروى في الكتب. قال له: يا إبراهيم، هل لحيتك أطهر أم ذنب كلبي؟ تصور كيف سيكون رده. فنظر إليه وقال له إبراهيم بن أدهم: إن كنت من أهل الجنة
فلحيتي أطهر من ذنب كلبك، وإن كنت من أهل النار فهو أطهر مني. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه هي أخلاق النبوة. يعني حفر له حفرة ولكنها لم تنجح، بل هو الذي وقع في كنف الإسلام ورحمته. لكن شتان ما بين، يزيد فضلك، ما بين يعني الغضب ولا غيظ، هذا الوقت اللي راك تتكلم عليه واللي رانا نعيشوا فيه جيد. شيء آخر. أنا أعرف أناسا كثيرين صراحة عندهم حنكة ويقدروا يكظموا الغيظ، ونجاحهم في مسؤولياتهم ونجاحهم في التعامل مع الموظفين سببه أنه يوصلوا كلام ما يديرش عليه، يوصلوا بلاغ عن أناس ونميمة يحاول يتريث وحتى يسمع، في بعض الأحيان يعفو. هذا ناجح، لأن الإنسان مهما سعى من أجل أن يغيظه وأن يغضبه روشوا بأن كل الهجمات تتساقط أمامه، لأنه قوي في الشخصية. كاين ناس اللي عندهم هذا الشيء، وكاين حتى أزواج سواء من المرأة أو من الرجل يعرفوا يكظموا الغيظ ويعرفوا وقتاش يتكلم وقتاش يرد وقتاش ما يردش، وكاين موجودين في زماننا. لكن أنا أقول لك صراحة صعب جدا، صعب جدا. لماذا؟ لأن كظم الغيظ هو سيدعو إلى الثوران. الإنسان يحس بأنه احتقر، يحس بأنه مظلوم، وينبغي أن يثأر لنفسه. وما رفع الله درجة الكاظمين الغيظ إلا لأنها صعبة. هذا هو. ولهذا علينا خاصة في رمضان خوتي أخواتي نكظم الغيظ قد ما نقدر. وش حال من مرة أنا وياك وأي واحد فينا ما كظمناش، زعفنا، تقلقنا، قلنا كلام، ضربنا، قلنا أشياء ندمنا عليها، وقلنا يا ريت يرجع بي زمان والله ما نديرها، ونستغفر ربي ونكسب أحبابي. إلى الملتقى إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك صحة أستاذ كمال تواتي. وقد جعل الله يعني في كتابه أنه جزاء من كظم غيظه وأسكت غضبه مغفرة للذنوب. فاللهم ارزقنا كلمة الحق في الرضا والغضب. شكرا لك، يعطيك صحة أستاذ. شكرا لكم. لقاءنا يتجدد بك غدا بحول الله. فهل تعلم أستاذ ومشاهدينا الكرام أنه عدد المساجد في الجزائر بلغ خلال سنة 2020 18449 مسجد؟ يعني خلال هذه السنة، خلال سنة 2020 تم افتتاح 68 مسجد، من بينهم المسجد الأعظم أو الجامع الأعظم، تعرفوا عليها عن قرب مع الزميلة وهبة بول الطيور في بيوت الرحمن. لكل بلد معالم تميزه، وإذا دخلت إلى الجزائر العاصمة من كل الاتجاهات سيقابلك المسجد الأعظم. هو منارة للعلم والدين على أرض المحمدية، والذي غير من عاصمة البلاد. هذا المكان مع الأسف في يوم من الأيام كان مركزاً لتكوين المبشرين الذين يحاولون إخراج الجزائريين من عقيدة الإسلام ونشر دين آخر في هذا البلد، ولكن الجزائريين بما يملكون من ميراث راسخ وعقيدة راسخة ظلوا مستمسكين بهذا الانتماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا بعد الاستقلال لم يجدوا من رمزية يعطونها إلى المكان إلا رمزية محمد صلى الله عليه وسلم، فسمي المكان بالمحمدية نسبة إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. أكبر مسجد في إفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي بأعلى مأذنة في العالم، يبلغ ارتفاعها 265 مترا، يتربع على مساحة تقدر ب 400,000 متر مربع. قاعة صلاة الجامع هي الأخرى، تتربع على 22,000 متر مربع، مستوعبة ل 36,000 مصلي.
بسجاد أجادته أنامل جزائرية أبدعت في صنعه. كل مربع مطروز يجسد تقاليد وأصالة كل منطقة من ربوع الوطن. جانب كبير خصص للعلوم الفقهية، فهو يتوفر على مدرسة لتعليم القرآن الكريم وأصوله، ويضم مكتبة تتسع لـ2000 شخص، بالإضافة إلى متحف للفن والتاريخ الإسلامي، إلى جانب قاعات مؤتمرات ومراكز ثقافية وإعلامية. وهذا الجامع، جامع الجزائر إن شاء الله، سيكون بيئة حاضنة لهذا الميراث العلمي الذي سنه لنا أجدادنا وأسلافنا العلماء. ومن ثم فإن الكراسي العلمية التي سيزهى بها المسجد وسيزهى بها رواد المسجد، وستكون منابر لعلماء الجزائر يعلمون كلمة التوحيد كما يعلمون توحيد الكلمة. الغاية من المسجد الأعظم ليس فقط في جمال معالمه الهندسية، بل مشروع هوية مجتمع يحفظ مبادئه الإسلامية معززاً مرجعيته الدينية، فهو سيصبح منارة إسلامية بامتياز بتخرج حفظة كتاب الله ومن يشرعون لذكره من علماء وفقهاء على هذه الأرض الطيبة التي سقيت بدماء الشهداء. سيبزغ نور العلم من هاته المنارة التي شيدت. المسجد مدرسة وجامعة علمية فكرية اجتماعية، وهو مكان لنشر العلم. تخرج منه الكثير من العلماء والأعلام، من بينهم الشيخ العلامة عبد الحميد بن مديس. واليوم 16 أبريل يوم العلم، الذكرى 81 على رحيله، ستكون لنا وقفة بعد قليل في برنامج صباح الخير يا جزائر، فابقوا في المتابعة. صباح الخير على الذين يزهرون الفرح في القلب وكأنهم أمطار كما تفعله بنا صبرين أبو زيان. نلقاها بعد الفاصل. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباح الخير صبرينا ورمضان كريم. شكرا حبيبة، رمضان كريم ليك ولكل مشاهدينا الكرام. إن شاء الله يا رب يتقبل منا جميع الصيام والقيام إن شاء الله. يا رب.
أجواء شتوية بامتياز. شتوية بامتياز. والله أنا البارح قلت هذيك درجات البرودة، يعني الحرارة انخفضت. نعم. البرودة كما احنا نقولوا ما عشناش في أيام الشتاء البرد كما شفناه البارح. نعم حبيبة، أقول تحية يعني الحياة. علاش كيف كيف؟ كلها صباح الخير من هذا المنبر. إذا بالنسبة للوضعية، نعم نحن في المرحلة الانتقالية. طبعا الانتقال إلى فصل الصيف يتميز دائما بكثرة التقلبات الجوية، يكون هناك صراع بين كتلتين من الهواء الساخن والهواء البارد. طبعا انخفض الضغط الجوي، سمح هذا لتسرب هواء بارد، هذا ما سمح أيضا لعبور أو تشكل اضطراب جوي نشيط على أغلب المناطق الشمالية. يعني مصلحة الأرصاد الجوية سبق وأن بعثت بنشرية خاصة تحذر من فيها عن تساقط هذه الأمطار. نطلب من كل الإخوة السائقين يعني حاليا أخذ الحيطة والحذر، يعني تقليل من السرعة، الطرقات زلقة، حتى الرؤية ضعيفة، تواجد السحب السفلى يعني تقلل نوعا ما من الرؤية، الضباب أيضا وسبب أيضا تساقط الأمطار. وكما قلت وحذرتي زميلتي صبرينا، كنا البارح يعني شفنا هذاك الحادث المأساوي اللي صرا في منحدر خميس مليانة يعني بولاية عين الدفلة، وهذا لسبب يعني كانت الرؤية ضعيفة وضعيفة جدا، مما أدى إلى تصادم أكثر من 10 سيارات في بعضها. نعم للأسف، يعني نطلب من كل الإخوة السائقين يسوقوا بحذر، الرؤية ضعيفة نتيجة للضباب السحب السفلى وحتى للأمطار. بالنسبة للوضعية الجوية خلال نهار اليوم، دائما مشاهدينا تبقى تتميز بسحب سفلى كثيفة على كافة المناطق الشمالية بالخصوص الوسطى والشرقية. إذن بإذن الله أمطار مرتقبة خلال نهار اليوم على كافة المناطق الشمالية، تكون أكثر حدة نحو المناطق الوسطى والشرقية، أحيانا على شكل زخات. الرياح أيضا ستبقى قوية نهار اليوم على أغلب المناطق الشمالية الوسطى بما فيها الساحلية والداخلية وحتى على سواحل الشرقية، يجب أخذ الحيطة والحذر. هناك تحسن تدريجي في حالة الطقس على المناطق الغربية خلال أواخر النهار، تبقى حتى على منطقة الصوراء بعض الأمطار المحتملة خلال هذه الصباح تكون محلية وصفاء، يبقى يميز أغلب المناطق الجنوبية. الرياح أيضا ستبقى قوية مشاهدينا على كافة المناطق شمال الصحراء إلى غاية وسط الصحراء. الحرارة القصوى طبعا تبقى منخفضة، برودة محسوسة على كل المناطق الشمالية بالخصوص السواحل الوسطى، 14 درجة فقط بالعاصمة، 13 درجة بتيزي وزو، تصل إلى 16 درجة بوهران، 18 بعنابة. أدنى مقياس سيسجل بالجلفة ب 10 درجات فقط. أما جنوبا ستكون الأجواء حارة، كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب تفوق 40 درجة، تقريبا نفس الأجواء بإليزي، لكن على شمال الصحراء ستتراوح ما بين 25 إلى غاية 27 درجة، تقارب 37 درجة بعين صالح وكذلك بجناد. فيما يخص البحر خلال نهار اليوم، إذن البحر سيبقى مضطرب، ممارسة الملاحة تبقى صعبة نوعا ما خاصة مع تساقط الأمطار، الرؤية ضعيفة، الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا على سواحل الوسطى وأيضا الشرقية. أما عن الاتجاه سيكون شمالي شرقي على كافة السواحل. نطوي هذه الورقة الجوية مشاهدينا كالعادة بوقت غروب الشمس الذي سيكون بحول الله في حدود الساعة 7 مساء و23 دقيقة. طبعا لأكثر تفاصيل ما عليكم إلا الاطلاع على مواقع مصلحة الأرصاد الجوية، خاصة التتبع الآن لخريطة اليقظة. شكرا على المتابعة، العودة إلى حبيبة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا لك زميلتي صبرين على كل هذه التفاصيل. ربما سؤال فقط صبرين، هذه التقلبات الجوية متواصلة حتى لمن؟ يعني لأنه كان مشاهدين أسبوع بحول الله تبقى دائما الأجواء مضطربة متقلبة، نقول تارة يعني أجواء صحوة، لكن على الغالب الأوقات ستكون هناك سحب والأمطار إلى غاية خاصة يوم الغد. إن شاء الله يا رب. وكما حضرتكم زميلتنا صبرينا، احنا دائما نوصيكم لكل مستعملي الطرقات والسائقين أنهم يتوخوا الحيطة والحذر ويسوقوا يعني بحذر أيضا لتفادي حوادث المرور، كما شفنا حادث المرور المأساوي لنهار الأمس. يعطيك الصحة صبرينا، نتلاقاو بإطلالتك الثانية بعد قليل إن شاء الله. صبرينا رايحين الآن نتوجه إلى الأسواق.
الأسواق خاصة في شهر رمضان الفضيل هي الوجهة المفضلة للمواطن وملاذه الوحيد لأجل يعني اقتناء كل مستلزماته وحاجياته. نروح مع بعض نشوف هذه الجولة الميدانية التي قادت الزميلة حياة بن نعمان لواحد من أسواق الجزائر العاصمة، نعود له بعد. بكم في السوق فرحات بوسعد بيسوني، رمضان كريم للشعب الجزائري والأمة العربية والإسلامية، وصحة رمضان. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، ولا قبل عام الجاي إن شاء الله. دافئة لذيذة سريعة وسهلة الهضم وسلسة الطعم، وتعتبر من تقاليد المائدة الرمضانية بامتياز، هي الشوربة بمختلف أنواعها وطعمها. هذا الطبق الصحي والمغذي تعرفوا عليه عن قرب مع الزميلة حياة بن نعمان في ركن فيتامين. دافئة جميلة، سلسة الطعم، سهلة الهضم. هي من تقاليد الإفطار الصحي وزينة كل مائدة رمضان. لهذا فهي ليست مجرد عادة في شهر رمضان، فبدء الإفطار بالشوربة يعوض الجسم السوائل التي خاسرها خلال نهار الصيام، يحضر الأمعاء لاستيعاب كامل الوجبة، وبذلك يحافظ على صحة الجهاز الهضمي. تعتبر الشوربة مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن وغيرها من المغذيات التي يحتاجها الجسم. للشوربة التي تزين موائدنا طيلة شهر رمضان فوائد كثيرة، ففيها الدفء والليونة تلين المعدة وتدفئها بعد نهار طويل. الشوربة مصدر غني بالسوائل، إذ تحتوي على نسبة عالية من الماء، تغذي خلايا الجسم وتحافظ على نضارة البشرة. هي طبق صحي ومغذي، إذ تشكل الشوربة طبقا صحيا طبيعيا يعتمد على الخضار واللحوم أو البقوليات والأرز، لذلك فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات.
الشوربة مليئة بالألياف الغذائية الصحية، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتفادي النفخة والإمساك. هي غنية بطعمها، يمكن للعائلة التلذذ بها وتذوق أصنافها. هي سهلة المضغ خاصة للصغار والكبار. تعيش الجزائر بمختلف مناطقها خلال هذه الأيام أجواء رمضانية بامتياز، حيث توارثت العديد من العائلات عادات لا تزال طقوسها راسخة لعشرات ومئات السنين. روائح من هنا، عطور من هناك، تفوح من بيوت حي القصبة العتيق في هذا الشهر الفضيل. ركن حكاية حومكي بعد الفاصل. شيخ المحروسة حاضر معنا هذه الصبيحة. صباح الخير شيخ المحروسة ورمضان الكريم. الله يسلمك. صباح الخير أختي حبيبة، صحة رمضانكم وكل عمال التلفزيون الجزائري وخاصة جنود الخفاء المشرفين على هذه الحصة الجميلة والثرية جدا. شكرا لك شيخ المحروسة. إذن شيخ المحروسة وعد المشاهد الكريم خلال شهر الفضيل أنه يأقلم الركن دياله بهذه المناسبة السعيدة ولهذا الشهر الفضيل. رح نتكلموا عن عادات وتقاليد رمضانية بحتة في مختلف مناطق الوطن، واليوم فضلت أنك تبدأ بالقصبة ولا تبدا بالجزائر العاصمة. يعني على كل حال في العبارة الشعبية اللي يقول فيها في وسط الجزائر وردة مرشوقة، يا مزينها بلاد بلاد سيدي عبد الرحمن، مفراقك راهو عقله ديما حيران، يا دزاير يا دزاير يا أميرة البلدان. اليوم راح نمشوا في حكاية حومتي إلى ولاية الجزائر العاصمة التي يوجد فيها القصبة، بالطبع الولاية أو الولاية الرئيسية والولاية الإدارية والسياسية، هذا شعار المنطقة ولاية الجزائر. نشوفوا الأسوار والأبواب حتى السبعة اللي كانوا موجودين إلى غاية 1920 يعني بزرعة، والبحر والهلال والنجمة، كل هذا الشعار اللي رانا نشوفوه اللي هو يرمز إلى مدينة الجزائر لأسوارها وأبوابها السبعة. نشوفوا كذلك الصورة الموالية، هذه صورة تذكارية، نشوفوا البريد المركزي، حديقة التجارب، نشوفوا جامع كتشاوة ورمز من الرموز التي تعني الهضبة المعز في العهد، يعني كلمة تركية، نشوفوا نظرة شاملة على مدينة الجزائر من أعالي الجزائر العاصمة. نشوفوا كذلك صورة الموالية تذكارية، وهذه ولاية الجزائر اللي تكون من مقاطعات، يعني عندها 13 دائرة و57 ولاية، والرسم تاعها يعني 16، وهي يعني ولاية عريقة وعريقة جدا تاريخا، نظرا هي الولاية أو العاصمة الإدارية والسياسية لكل المؤسسات، وعرفت عدة حقبات تاريخية، انتشار الفينيقي على شمال طول شمال إفريقيا، وكذلك الفاندال والرومان، وخلال كل هذا كانت يعني ليشرف على الدولة النموذجية في أحد المراحل التاريخية اللي كان يوبا الأول، اللي كان مقرته بمدينة سيرتا العتيقة قسنطينة. نبلغ كل تحياتنا لسكان قسنطينة مدينة العلوم، وإحنا العلم والعلماء على كل حال. شوفوا الصورة كذلك الموالية، هذا في عهد سيفاكس وعهد الروماني، كان شمال إفريقيا وتقريبا كل مدن من قرطاج إلى قيروان وإلى حتى موريتانيا، كانت حتى في القيصرية الموريتانية التي كان يشرف لها ابن بعد وفاة يوبا الأول، ابنه يوبا الثاني بشرشال يون على كل حال. ونشوفوا فيهم بعد ذلك يعني مرحلة مروا عليها الفاندال على كل حال، الفاندال إلى غاية الفتوحات هذه في العهد النوميديا، هذه وكانت عاصمتها اللي قلنا سيرتا يشرف عليها يوبا الأول. نشوفوا كذلك صورة الموالية في القرن الرابع والخامس، مرت عليها يعني الفاندال على كل شمال إفريقيا. نشوف هنا كل هذا يعني الفاندال، وهذه خريطة بالإنجليزية على كل حال كنت اخترتها على كل حال. نشوفوا كل المناطق اللي مروا عليها الفاندال. نشوفوا كذلك الصورة الموالية الفتوحات الإسلامية اللي كانت إلى غيرة الأندلس، وهذا يعني شيء معروف على كل شمال إفريقيا، هم المناطق اللي انتشر فيها الإسلام أكثر والفتوحات. ونشوفوا كذلك الصورة الموالية، هنا
تم تأسيس مدينة القصبة أو مدينة الجزائر، لأن القصبة هي تمثل الجزائر العاصمة في زمان في القرن العاشر من طرف بلوغين ابن زيني، مؤسس ثلث أكبر مدن منها مليانة وتتري مدية، وكان الحكم تاعو ليس بالعاصمة. كاين بزاف اللي ما يعرفوش هذه المعلومة، وإن بلوغين ابن زيني كان يعني لغويوم تاعو أو المقر تاعو، لا كانت المملكة تاعو بتتري بالمدية بكاف الأخضر. على كل حال نشوفوا كذلك الصورة الموالية، نشوفوا هذه المدينة التي نشوفوا الجامع الكبير اللي كان من أقدم الجوامع، بصح أقدم جامع في العاصمة جامع سيدي رمضان من القرن العاشر، وهذا في القرن 11 1097، وموجود بساحة الشهداء المعروفة. على كل حال هذا نشوفوا صورة جامع جديد اللي هو حنفي، تم تأسيسه في 1622، وهذه بلاصة العود كما يسموها جدودنا اللي كان استعمار فرنسي، كانت تسمى ببلاصة لا بلاص دام باكولات لا بلاص دو دوك دوليان. نشوفوا كذلك الصورة الموالية. هنا نتنقل إلى القطب الرباني اللي نفضل نسميها بلاد سيدي عبد الرحمن، اللي هو من مواليد 1384 ومات في 1471 في شهر رمضان ب23 في العشرة الأواخر بيوم الجمعة، وكان عنده 4 بنات و4 أولاد، اللي من أحد بناته مدفونة في أضرار اللي أعطاها وزوجها لوليده لأحد لديسيبل تاعو اللي هو الشيخ المغيلي من تلمسان، كان أفضل تلاميذ تاعو وزوج مع الابن تاعو. كان سيدي عبد الرحمن تعالي بيروح يزور بنته حتى زينب للا زينب إلى أضرار مدفونة موجود الضريع تاعها. هذا القطب الرباني اللي أعطى صبغة كبيرة لمدينة القصبة، لأنه دار أكبر مدرسة للتصوف وهي بجاية، دار الزيتونة والأزهر، ومشى حتى إلى تركيا، والبعض يقولوا حتى إلى الصين باش يعلم القرآن. في متفق عليه في تركيا أنه عمل 1000 كتابات وزوية، ودار حتى مكتبة في القصبة. يوجد فيها عوينات لأن أكثر من 120 عين، 1200 دار، 450 دار في الوطة، و 750 دار في يعني في الجبل، يعني تنقسم إلى قسمين الجبل والوطة، 120 دار، 60 مقهى، 12 أكبر مساجد اللي منهم سيدي رمضان، جامع البراني، علي بتشين، كتشاوة، جامع السافير، سيدي محمد شريف، جامع الكبير، جامع الجديد، وكان بعض اللي حطمهم، و 128 زاوية اللي حطمها الاستعمار الفرنسي اللي كانت تلعب دور كبير في ترقية وترقية المجتمع الجزائري خاصة في الجانب الديني والهوية الجزائرية. شوفوا الصورة كذلك الموالية. الجزائر تعرضت إلى عدة غزوات، اللي منها هنا نشوفوا الشيفالي دو مالت اللي لافي بلانتي الكوتو تاعو في الباب في 23 أكتوبر 1541 طرف شار لوكان، وربي ما مكنوش باش يستولى على المدينة. ولهذا كل مؤرخين الإسبان وكل مؤرخين مؤلفين الإسبان كتبوا العبارة التي قالها في ذلك الأوان شار لوكان غراس أو سانتوس، وبهذا الفضل في هذا الغزو لسميت بالمحروسة ليس بالأسوار أو بالبيبان أو بماذا، يقول بفضل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وبفضل أولياء الله الصالحين لأكثر من 140 ولي اللي مدفونين داخل وخارج الأسوار مدينة، ولهذا سميت بلا بيان غاردي بالعبارة الفرنسية. نشوفوا كذلك الصورة الموالية، نشوفها تعرضت إلى عدة يعني غزوات المنطقة، لأن منطقة غنية بالثروات تاعها، وكل بلدان كانت تطمع فيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أولياء الله الصالحين والصالحين تاع البلاد قعدت واقفة وتقعد واقفة إلى الأبد، ونقولوا الحمد لله لما قعدش يستعمر في بلادنا، وجاز المجواز وتكسر العكاز وما يدوم في الواد غير حجارو، وصبحت الجزائر حرة مستقلة. هنا نشوفوا دخول إخوة بربروس بعد ما استنجوا منهم سليم يعني تومي اللي كانوا كل كونت بيدرو نافارو دا مدفع في البينون في شمعة تاع البور، كان سليم إلياس خردين وعرور أربعة يعطيك صحة معلومة يعني تبارك الله فيك قريناهم يا عروج. وهذا بعد هو توفى كان مشى إلى تلمسان ومات في عين تيموشنت 1518. على كل حال وخلى الحكم إلى أخوه خردين. شوفوا كذلك الصورة المهمة، شوفوا هذه المدينة التي عندها أسوار ولها 7 بيبان، أقدم باب وهي باب سيدي رمضان، باب جديد، 2 بيبان في باب عزون، باب الزيرة، باب البحر، وباب الواد، الواد اللي يسمى لأنه كان واد صغير يعيطوا له واد المغاصل،
لا ريفير دي بلانشيسور كانوا نسا يوصلوا كانت حتى دار النحاس اللي يوصلوا للمدافع. نشوفوا كيفاش الشكل تاع القصبه ابواب من اكبر الابواب هو باب البحر اللي يسموه باب الجهاد. على كل حال وين كانوا نسا يروحوا الحراس وليزانيسي على كل حال والبحريه الجيش الانكشاري بتولويل يروحوا وكيولوا يلاقيوهم بتولويل. نشوفوا كذلك الصوره المواليه هاهم الاسوار حاشت هذه الاسوار كلها على شكل مثلث لانها جبل كل جزائر العاصمه على شكل مثلث وكل جزائر العاصمه على جبل. لما تكوني في الميناء من بعد تطلع تافوره تافوره تطلع البريد المركزي معك باستور معك باستور دكتور سعدان دكتور سعدان تطلع الطقارة طقارة البيان بوزمجان حتى تعرفي بلي هذا شكل جبل مبنية اون فون ديسكالي على درج ديسكالي. وهذا كل قصبة أسوارها كلها 2650 متر عندك 950 منها 750 على الميناء و 900 متر على الطول إلى غاية دار السلطان. شوفوا كذلك الصورة الموالية هذا التقسيم اللي كان في العهد الداي وهو المناطق كل منطقة يشرف عليها أو كل مقاطعة يشرف عليها الباي بيت قسنطينة وفي الجزائر يعني وجود الداي اللي هو يشرف على حكم البايات. يعني حين تنقلوا تكلموا كيفاش كان التحضير في شهر رمضان وعندنا الباي تاع تيتري والمدية كل منطقة وباي تاع وهران وبعض المناطق من الصحراء اللي كان يشرف عليها الداي الجزائر هو آخر داي الحسيني كان يحكم من 1818 إلى غاية 5 جويلية 1830. شوفوا الصورة الموالية هذه بيوت من بيوت المنازل بالقصبة شو شحال جميل هذيك اللبسة هذيك المحرمة هذاك الكريك وهذاك سروال عرب شوف شحال كان كبير مدور كان يعني شوف هذيك القاعدة قاعدة جميلة اللي راني نشوفوها حتى في التلفزيون الجزائري في رمضان شوف القعدات اللي تمثل يعني تربعت بينا الى زمن بعيد وقعدت هذيك القاعده من زمان صح. الى يومنا هذا اللي قعدنا احنا ورثناها نورتوها حتى في العائلات نقولوا نديروا قعده في الدار في وسط الدار يعني في الليل. يعني شوفوا كذلك الصوره المواليه هذه شوفوا احد القصور هذا الزي هذا الشيخ المحروسه يموت رغم انك تشوفني فلربما ببدله عصريه كلش بصح انا عايش مع ناس زمان وعايش في الدهن تاعي حتى نشوفهم بالك صدقيني بالك بتقولي فلربما راه يزيد ولا يبالغ من عنده بصح الشيخ المحروسه كي يكون حاضر ولا في القصبه ولا في اي منطقه نشوف الكاليش ونشوف الجدود وحتى نتكلم معاهم انسان روحاني على كل حال نحب الناس زمان وهذا هو مشرف لينا لان يعني هذه اللبسه بفضل هذا الرجال وهذا النساء وبهذه التقاليد لليوم لحقنا لاسترجاع السياده الوطنيه باستتار وما سمحناش في الهويه تاعنا وفي الدين تاعنا وهذا شيء شرفنا. نشوفوا يعني الصوره كذلك المواليه راح على بالي الاخت حبيبه عندها ما تكلم عشر مدينه اللي فيها الحرف صح يعني القصبه معروفه القصبة يعني كل زنقه فيها معروفه بحرفه تقليديه نلقاو النجارين هذوك تاع الخشب اللي ينقشوا نلقاو اللي ينقشوا على النحاس صح 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 كاين كثير شوفوا حتى الحايك على الجلد نشوفوا حتى الله يبارك في الحايك كل مناطق كل منطقه كيفاش يسمى نشوفوا هذا معروف هذا الحرفي هذا الحرفي اللي جاي كما عقبه الشيطان احنا نقولوا لها كما ديك العوينه هذيك العوينه بن شبانه عوينه بن شبانه على طريق سيدي رمضان هاو الخشب هاو القنادل على باكي في شهر رمضان كان داي يشرف على الحكم ويعطي القاضي المفتي المالكي والمفتي الحنفي يعني امر باش يعاودوا الحصاير كانوا الحصارين ويعاودوا القنادل المرافع الكتب التفسير القران يعني ديكور خاص بشهر رمضان وكانت حتى تسبق كل قصبه يعطي الاذن القاقي للبلاد انه ما يغلقش البيبان الا في المواسم الدينيه الابواب السبعه تقعد مفتوحه لعبر السبيل والعائلات باش يروحوا من ديار الفحص ويزوروا كان اللي باتوا كان اللي يجوا يحضروا حتى الدروس تاع سيدي عبد الرحمن الثعالبي وغيرهم من العلماء اللي يجوا من المشرق والمغرب العربي يعني في شهر رمضان للدروس هو الصلوات التراويح. نشوفوا كذلك الصورة الموالية يعطيها لنا الأخ حبيبة هذا الموضوع تاعك هذا المتوم يا الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام شو وقتون أصبح ربي على كل حال أو يقول لك يوسف يدن وكلا يدن هنا نتكلم على الأكلات يعني العاصمية الجزائرية
رغم أنه البراك يعني البراك لهك حتى طبق المتوم الآن ما روش فقط يعني غير في العاصمة، نوجدوه في كل ربوع الجزائر. ربما كاين في بعض الأطباق التقليدية اللي نسيبوها هنا غير في العاصمة والقديمة كما يهدك اللي يقولوا له تصدام آغا والقاضي وجماعته، هادو هادو كاين بعض الأكلات نسيبوها غير هنا في العاصمة. في الدروج وكافية بزاف صالح على كل حال، عندهم على كل حال كل هذا على احنا في العاصمه كيقول لكم توم قول شربه بيطا شربه بيطا صح يعني على كل شكرا لك يعطيك الصحه الله يسلمك. هذا ما جبناه لكم في هذا العدل في عدد التقاليد، لان كبيره ما تطوش تخدم على اي منطقه في بعض الدقائق، وحنا نبلغوا تحياتنا كل سكان المنطقه وكل سكان إن شاء الله الجزائر من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. شكرا لك يعطيك الصحه شيخ المعروسه على كل هذه التفاصيل القيمه والجميله، يعني هذوك الصور الجميله اللي عاودت رجعتنا للزمن الجميل اللي هنا في القصبة وفي الجزائر. إن شاء الله ربي يعلي شانها إن شاء الله يا رب، كما قلت هي مبنية في الأعالي كما يشانها إن شاء الله يا رب. يعطيك صحة، نتلاقاو بك الأسبوع القادم إن شاء الله منطقة أخرى وعادات وتقاليد أخرى. ولا بد لأن الجزائر عريقة كما يقولوا بالفرنسية، ستمار كونسيل كولتوريل إن شاء الله يا رب. وشيخ المحروسة في رمضان الكريم في الكثير والكثير من الأحداث التاريخية اللي وقعت في شهر هذا الشهر الفضيل، هذه الأحداث التاريخية اللي كان عندها تأثير كبير على الإسلام المسلمين والعالم بأسره، مرت عبر التاريخين الحديث والقديم، فوش رأيك لو كان نروح نشوفه أهم الأحداث اللي جرت في رابع يوم من شهر رمضان الفضيل مع زميلة أسماء المجلس. أحداث إسلامية، أحداث تاريخية، أحداث حصلت خلال الشهر الفضيل، مفكرة تاريخية بأحداث رمضانية ومواعيد إسلامية. حدث في رمضان. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك من السنة الأولى للهجرة المصادف للحادي عشر من شهر نيسان للعام الميلادي 623 وتحديداً بعد 7 أشهر، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول لواء لحمزة بن عبد المطلب على رأس 30 رجلاً من المهاجرين، وذلك لاعتراض عير قريش التي كانت بقيادة أبي جهل على رأس 300 رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة. حدث في رمضان. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك من السنة 414 للهجري المصادف 30 من شهر تشرين الأول للعام الميلادي 1023، اجتمع أهل قرطبة ليختاروا خليفة عليهم بعد أن تخلصوا من حكم وتسلط البربر وزعيمهم القاسم بن حمود، بعد أن ظلت قرطبة بدون حاكم لمدة 3 أسابيع، واختاروا عبد الرحمن بن هشام الأموي خليفة عليهم. حدث في رمضان. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك من السنة 1363 هجري الموافق 23 من شهر آب للعام ميلادي 1944، سجل وفاة الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني آخر خلفاء الدولة العثمانية في منفاه في باريس عن عمر يناهز 76 عاما، وقد قضي 20 عاما في منفاه بعد إلغاء الخلافة وطرده من تركيا ودفن في المدينة المنورة. وسيكون في برنامج صباح الخير يا جزائر مع على موعد كل يوم في حدث يعني يوم جرى في رمضان حادثة أو واقعة شهيرة، أيضا شخصية ميلاد شخصية أو وفاة شخصية تركت بصمة في التاريخ الإسلامي. قلت في عبر
ركن حدث في رمضان من تقديم وإعداد كل من زملائنا أسماء الوناس ويوسف حميد. أما الآن تذكير ثاني لحالة الطقس مع صبرين أبو زيان بعد الفاصل. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباح الخير مرة ثانية صبرينا. صباحك أسعد حبيبة. إذا صبرينا تذكير تالي لكل ما فاتوا حالة الطقس ولا نشر الجوية لصبيحة اليوم. نعم عودة ولات صبرينا لخدمتكم في التذكير التاني تفضلي. شكرا حبيبة. إذا بالنسبة لنهار اليوم دائما تبقى الأمطار بحول الله يعني في الموعد على كل المناطق الشمالية بالخصوص الوسطى والشرقية. طبعا مساحة الأرصاد الجوية بعثت بنشرية خاصة تحذر فيها من تساقط أمطار هذا على المناطق الساحلية الوسطى لغاية صبيحة اليوم. ستستمر هذه الأمطار على المناطق الشرقية إلى غاية أواخر نهار اليوم بحول الله. لذا يجب أخذ الحيطة والحذر. كمية الأمطار قد تفوق محليا 50 ملم. الرؤية أيضا حبيبة ضعيفة نتيجة لتواجد السحب ولتساقط الأمطار. نطلب الحيطة والحذر من كل الإخوة السائقين. بالنسبة لحالة السماء إذن ستبقى غائمة خلال نهار اليوم على كل المناطق الوسطى والشرقية مرفوقة بزخات من الأمطار أحيانا تكون رعدية. الرياح ستهب قوية على كافة المناطق الوسطى وكذلك السواحل الشرقية. بالنسبة للمناطق الغربية ستشهد أجواء متقلبة تحسن تدريجي من حيث الأمطار ابتداء من الظهيرة بحول الله. بعض الأمطار أيضا ستكون غير مستبعدة خلال هذه الصبيحة على منطقة الصوراء أو بالخصوص على شمال منطقة بشار. تبقى أجواء مشمسة بشمال الصحراء ووسط الصحراء مغاشة جزئيا بالجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب. طبعا تطاير الرمال سيبقى يميز أيضا محليا شمال الصحراء الصوراء ووسط الصحراء. بالنسبة للحرارة القصوى تبقى منخفضة خلال نهار اليوم. أجواء باردة ستميز كافة المناطق الشمالية. 10 درجات فقط ستسجل بالجلفة. 18 درجة بغليزان. تنخفض إلى 13 درجة بتيزي وزو. 14 درجة بالعاصمة. 18 بعنابة. في حدود 16 درجة بوهران. أما على شمال الصحراء فسترتفع قليلا لتتراوح ما بين 25 إلى غاية 27 درجة. ترتفع إلى غاية 37 درجة بوسط الصحراء وبمرتفعات التاسيلي. تفوق 40 درجة بإليزي وبأقصى الجنوب. أجواء حارة ستميز كل هذه المناطق. فيما يخص البحر البحر سيكون مضطرب على طول الشريط الساحلي. الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا على السواحل الوسطى والشرقية. تأتينا شمالية شرقية على كافة السواحل سرعتها من ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الغربي. الختام كالعادة بوقت غروب الشمس على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون بحول الله في حدود الساعة 7 مساء و23 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة. رمضان كريم للجميع وتقبل الله صيامكم. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا لك زميلتي صبرينا على هذه التفاصيل. صبرينا قبل ما تغادرينا بوراك ولا بريك؟ البريك والبوراك الاثنين. صبرينا في خلال شهر رمضان الفضيل هل صبرينا من اللي تحافظي على العادات والتقاليد ولايه عنابه؟ لانه عبنا انك انت من عنابه. قولي بصراحه انك عايشه هنا في العاصمه لكن عادات وتقاليد كل يعني الاطباق اللي نديرها تاع عنابه. لا صح تاع عنابه لانه ما شفت الصباح واش قالت لنا حتى الديول. صبرينا الديول وجبتوا من عنابه. اذا صبرين علاش تكلمت معاك على حول العادات والتقاليد؟ حيث هنا في العاصمه ابدعت نساء القصبه العتيقه ولا العاصمه ولا المحروسه على إحياء الموروث ولا إثراء الموروث الثقافي الجزائري المادي والغير مادي أيضا خاصة خلال شهر رمضان الفضيل. كلنا نعرف البقالة هذه اللعبة التراثية الشعبية النسائية الجزائرية بامتياز، لكن في الكثير من العادات والتقاليد العاصمية نتعرف عليها في هذه القاعدة العاصمية مع ياسين حسيني والسيدة نصيرة بوديسا في ركن تراث بلاد. الكريم.
الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من فقرتكم تراث بلادي. وهذه المرة الإطلالة راح تكون جديدة، والإطلالة راح تكون رمضانية 100%. العدد الأول من قاعدتنا التراثية راح تكون من العاصمة، وراح تكون قاعدة عاصمية رمضانية نحكي فيها عن العادات والتقاليد وكيف يستقبل سكان العاصمة شهر رمضان الفضيل. وللحديث عن هذا القاعدة وعن هذا العادات والتقاليد أقول أسعد باستضافة كل من سيدة نصيرة بوديسة مهتمة بالتراث. صباحك سعيد. صباح النور والفل والياسمين، رمضان كريم عليك أختي بنتي ياسينة، وصباح الخير عليكم جميعا، وإن شاء الله نجوزوا هذه القاعدة الجميلة معكم. شكرا لك سيدة نصيرة. ومعي أيضا ضيفتي سيدة نصيرة هي الأخرى بالطاهر، مهتمة هي الأخرى بالتراث الجزائري الأصيل. صباحك سعيد. صباح الخير بنتي ياسينيا، مرحبا بكم، وانا متشرفة بزاف من هذا القعدة اليوم، وصحة رمضانكم، وان شاء الله نعقبوه بالصحة والهنا، وان شاء الله نكونوا بخير، وان شاء الله نكونوا لاباس. مرحبا يا رب. احنا نعرفوا بلي شهر رمضان الكريم دائما يجي ويجيب رزقه وبركته هكذا. انا حبينا نعرفوا، يعني نبدا معاك سيده نصيره بالطاهر، لو تحثينا على اول او كيفاش تحضر العاصميين، كيفاش يحضروا لشهر رمضان المبارك. شكرا ياسينيا. كيفاش نحضروا الشهر رمضان؟ الاولى النساء في الدار، كيفاش راح نبداو؟ اللي يحب يبدل كاين، اللي يحب يبدل القش الماء نعاودو نشرو، يعني كاع واش نستحقو، كاين اللي يعاود باللي دار به العام اللي فات وقبله يكمل به، وكل واحد على حسب المقدور تاعنا. وكاين اللي حتى نقدروا نوجدوا يعني الماكولات، يعني كاين اللي يديروا في يقضوا ويوجدوا ويحطوا، وكاين اللي يدير في الكونجيلاتور يكونجلي. دوك يعني تطورنا، ما بقيناش كيما زمان. كاين اللي كيما نقولوا العقاق رادوا كاع يشربوا الماء، العقاق يعني هذه كلش لي زيبيس هذو كاع نوجدوهم مقبل. وكاين اللي يشقى يروح حتى للصحراء ويروح يجيبهم، يعني يقول لك لي زيبيس هذو تاع الصحراء يعني فيهم نكهه طيبه. وكاين الناس اللي ما يحبوش هذو لي زيبيس يديروا قيس، يعني كل واحد على حسب. احنا نحكوا على يعني كما نقولوا توابل الاكلات دياولنا. ماذا بنا سيده بوديسه هي مختصه في الاطباق التقليديه ايضا، تحدثنا عن كما نقولوا اول يوم رمضان، وشنو هي القاعده العاصميه ديالنا، وكيفاش وما هي الماكولات التقليديه اللي لازم تكون في المائده الرمضانيه العاصميه. شكرا يا سينيا. شكرا سيدتي الكريمه. شكرا. احنا معروفين حنا مع المحكم اننا نزيد في القصبه، اول حاجه اللي احنا نديروها اننا نخدموا بعد ما نجيرو، باسكو حنا بكري نجيرو، نجيرو نوجدو نديرو مقطفه، المقطفه الرقيقه والمقطفه العريضه، باش نديروها شريبه. هذيك الشريبه حنا نديروها شربه بالمقطفه، ولا نديروها بالفداوش. الفداوش اللي هو الفيرميسال، انا بكري نقولوا له الفداوش. وكاين اللي من داك يديروا الفريك، ماشي بزاف، لكن الاطباق اللي لازم تكون، لازم تكون نتشوبه. احنا نقولوا النتوبه هي اللي نعرفوها، هذاك السردين اللي يتخلل بشويه معدن وشويه قارص شويه ثوم، هذا كامل لازم يكون في رمضان، سيره رمضان. عندنا القسويلات، قسويله شويه زرديه مشرمله، بطاطا فلي. وشوفي يبكري بكري بكري كانت هذوك الشطاطح الحامي وكامل. طيب سيده نصيره بالطاهر، قولي لنا السهره، السهره كيفاش؟ السهرة كما كل حدثتنا عن الأصالة تاع المأكولات. أنا حبيت نعرف الأصالة تاع الآن أنا أشوف تنوع كبير في المائدة الجزائرية. هاي قلب اللوز، وهي يعني وكلها سكريات، لكن الأصالة نعود نحب نولو دايما الأصالة والعوايد ديالنا. الأصالة هي السهرة تاعنا، كيفاش كنا زمان وكيما دركا تقريبا تبدل والو. الحلويات الرئيسيه في المائده تاع السهره تاع رمضان زلابيه وقلب اللوز، ودوكا ولينا نزيدو لهم كانت ثاني الصمصه، كانوا لي سيكار، كان المقروط، هذو هما الجزائريات. دوكا بزاف راهم الانواع كما راك تشوفي في الطابله راهم، وثاني القطايف
ودوكا ولينا بزاف نوعنا فيها. كانت هكذا هذا ما كان الاختلاف اللي راهو حادث الان هو في المكونات. في المكونات بلك زمان كانت مكونات ارخص كانت ارخص وما كانش كيما دركا يعني زمان الشيء كان ناقص ماشي كيما رانا درك يعني الخير دوكا راه كاين. والحاجه اللي ما يعني في كل مائده رمضانيه نظن انه اللي لازم تكون وخاصه الرجل الجزائري اللي كما نقولوا يروح يشريها هي الاولى شربات الشربات الشربات هي الاولى في الطابله تاع رمضان وفي الصحراء يا نحضروا الشربات تاع بكري مثلا كيفاش كانت. نظن انه ماشي عندها اختلاف اكيد الشربات تاع بكري عندها اختلاف وعندها مكانتها. احنا نوجدوا الشربات القارص برك يمكن يدولها بالعسل يدولها عود قرفه يدولها ثاني شويه نعناع ويديرولها شويه حليب يتوسا بصح المعنى تاع الشربات هي باسكو يديروها خفيفه طبيعيه ماشي كيما دوكنا نديروها الاخر. لكن علاش يديروا الشربات؟ الشربات نديروها في رمضان نوجدوا بها الولد يصوم الاول مره نوجدوا لها شربات اللي نديروا فيها باكزومبل راح المخدت نوجدوا لضيافنا. ايوا انا حابه السيده ناصره تقولنا خاصه الطفل لما يصوم اول مره كيفاش نحتفلوا به؟ احنا على بالنا باللي احتفال كبير يعني باش نشجعوه باش يبقى يصوم باش يبقى يصوم. الاحتفال اللي نقوموا به للاطفال ديالنا اللي كيصوموا النهار الاول تاعهم الصباح تعرف الدراري كينوضوا كيفاش النهار الاول عيانين نعسانين لا نفطر لا ناكل لا هكذا احنا واش نديروا انا واش ندير واش ندير نديه معايا نخرجو نعقب به نجوز به شويه وقت نشري له شي حاجه نشري له لي كادو ندير له يعني حتى نكمل النهار. والاطباق نزيدو نطيبو لهم لي بلا سبيسيال على جال هذوك الدراري اللي يصوموا باش يفرحوا هكذا هما يفرحوا ويزيدوا يحبوا يزيدوا يصوموا. بالنسبه للعاده تاع الطفل كيصوم اول مره مثلا كل منطقه عندها عاده اللي تخلي الطفل يفطر يفطر. احنا في العاصمه كي في العاصمه يطلعوا فوق السطح كما حنايا وين يقابل الهلال ويستنى ديجا حنا نعسوه بلسانه نقول لك ماني لساني مازال ابيض لساني مازال ابيض هذاك يا اختي مازال ابيض مازال ابيض لسانك مازال ابيض مازال ابيض ولا نقول لك شرب الحليب باش يولي ابيض. احنا نطلعوا فوق السطح نعطيو داك الفخار اللي يديروا فيه الشربات ولا حاجه ونديروا الويزه الويزه ونطلعوا على الهلال الا هلال ونعسوا حتى يدن ادن ادن يا شيخ حتى يطلع هذه حنا نستناوها ويغنيوها غير يدن نزغرتوا عليه ولدينا الجيران فوق القصبه باسكو كان قرام الدكان المكامل مبروك عليه مبروك عليه معايا يعرفوا بلي كاين صايم طفله ولا ولاد ولا جدو يسنى فيه يعطيو له البارك وكامل يشرب هذاك الشربات وعنده بلاصتو مع الكبار يديروا له بلاصه قدام جدو يعطيك الصحه يعني طفله ولا خلاص ومن بعد ما يشرب هذيك النهار العشيه يديروا دربوك على جالو. نكمل معك سيدة ناصرة ليلة 27 احتفال بها يعني أحيانا أو أغلب الأحيان أقول تكون ليلة الطهارة تاع الأطفال. احنا ليلة 27 نقوم بهم نوجدوا لهم ملابس سبيسيال يا جلابة قندورة بالجيلي يا الجيلي بالسروال هكذا ونحتفلوا ندوهم ايه سروال ستيفا وسروال احنا نقولوا احنا واش في عادتنا واش نقولوا سروال مقعده هكذا احنا نقولوا كيما نسموا سروال ديجا واش كاين الناس واش احنا عندنا بومقعده نوجدوا لهم ملابس كيما هذو وغدوه من ذاك نقوم بالاحتفال في الدار اللي راهي يحني واللي راهي يغني واللي وبعد ندوهم نطهروهم ونجيبوهم وفي الليل نديروا العشاء. وايضا في القاعده العاصميه او في السهره يعني في السهره لما تلم العائله والاصدقاء والاحباب الدردشه اللي يقرا القران واللي يروح للتراويح واللي يقعد في الدار مع خاصه مع الاطفال البقالات. احنا واش نديروا ديروا الفلعين قبل ما يقولوا بقالات دائما نديروا في الليل ونديروا مور 12 السهر باسكو طول بكري ما كانش اللي يروحوا كاع اللي شكون يروح للتراويح غير الكبار
الناس الكبار دوك هنا مع ولادنا الله يبارك تعلموا رانا احنا مع الثقافه نعرفوا باللي ديننا ويعني رمضان اللي تحتنا على الدين ولازم هاد الحوايج دونك رانا الماء والدين كذا لكن نعم. بكري الكبار هما اللي يروحوا يصلوا التراويح اللي الصغار ما يروحوش بزاف كانوا الدراري يروحوا على القهوه هذيك يحبطوا ونسى يوجدوا ديك الدربوكه والبقالات البقالات مقبل هذاك الفخر تاع الوسم البقال علاش البقال تاع البقات يعمرهم سبع عيون تروح كل عين كل وحده تدي سبع عيون ومن بعد نديروا الخواتم تحتها كل وحده ترمي خاتمها ترمي مقنوشتها ترمي كل حاجه واش ترمي الداخل ومن بعد نطلعوا فوق السطح حنايا وترمي البقالات حنا كانت المراه الكبيره تقول البقالات ولا اللي شاطره فينا اللي تعرف تحكم الدربوكه هذه دائما ومن بعد حنا البقاله الاولانيه نقولوا البقاله تاعنا زعما كيما راهي تنقال ومن بعد نرموا يدنا ونجيبوا فال من هذا تعمل البقاله هذا هو فالك ومن بعد نقعدوا شويه ونسمعوا هي اللي يجوز عليها ماشي حنا نربطوا ولا لا لا حنا نرموا كلش داخل نقول لك وهذيك الصياغه وين حط روح يعني هاكي شفتك حنايا وانا حنقول وين حط روح كلها عندها مثل وعندها معنى حنا ما كاش الغش بكري ما يغشوش ماشي يقول لك انا نويتها عليك ويا ما كاش منها لا لا تنويها على من ترمي يدها ونجوزوا ونقعدوا نسمعوا باسكو 12 تاع الليل نقعدوا نسمعوا الفال الزغريطه ولا حاجه ولا طوموبيل ولا طياره الا كان طياره كي رايحه بعيد ولا هذه هي لا نصيره صح صح هذه هي احنا حكايتنا وصح جربتها وصح يجي الفال يجي الفال جربناها جربوها مشاهدينا باش يعني احنا مازال لازم ندي لهم 12 يعني كيكون سكات السيلونس حنايا ما كان حتى واحد يسمعي فالك ولا كان حاجه واحده اخرى يحاول حنا نسمعوا دائما حاجات ملاح ان شاء الله الحمد لله حنا ماذا بينا نسمعوا بقاله من البقالات سيده نصيره البقاله ليك بقاله ليا يلا اعطينا بقاله ان شاء الله يا سيليا نختموا بها ان شاء الله بسم الله بديت وعلى النبي صليت وبيكم يا حاضرين انا زهيت وليكم الفال الزين انا نويت يا مول القلب الحزين اسمع للفال الزين وان شاء الله تفرح معنا في الحين اليوم البقاله اللي منمدها ليك يا ربي زهرك باش نشوف زهرك يا ان شاء الله زهرك يكون ان شاء الله انا نلويها للمشاهد الكريم وان شاء الله يا رب تكون مزهوره هكذا ان شاء الله يلا بسم الله هاي بسم الله اليوم زهر ياسينيا يا درا ما كاش الغش ما كاش تخميش هاي شتي قلت لك زهر مليحه مليحه الاذا مليحه معناتها رمز زهورين شوفي ياسينيا واش يقول زهرك الشمعه يا الشمعه ضوايه لو كان نعرف واش بيك نمسح لك خديك الدمعة من خديك ونردك وجهك مرايا الله يبارك ما شاء الله ونرجع وجهك كل مرايا وراها مرايا ما كلام يراك زين شفال شباب شفالك هايل يعطيك الصحة سيدة نصيرة بالطهرة مشاهدينا هذا الفال ليكم بها نختموا هذا القاعدة الجميلة اللي شرفتوني فيها شكرا لك سيدة نصيرة يسلمك يسلمك جزيلا نشكر كامل الناس اللي راكم هنا يعطيكم الطاقم كامل اللي معنا انت يا سيدة الكريمة اللي ضيفتنا ونشكر حبيبتي وسيلة بكرسي اللي دائما توقف معنا وكذلك نشكر حبيبتي هند بن خلفة اللي دائما تشرفني واللي اليوم قدمت لي المحنشة مع الاخر نشكرها هند بن خلفة على يعني اي بنتي انا اليوم ما تفكرت برتي بصح اليوم تفكرت بنتي هند بن خلفه راهي بنتي ونعززها متفبا يعني ايماجيني نحبها ربي يقول ان شاء الله كل خير نقول لها تحيه ونقول لها صحه رمضانها وصحه فطورها ويعطيها الصحه على القعده الجميله هذه باطباقها يعطيها الصحه سيده نصيره بالطهرة كلمه ختاميه للمشاهد شكرا حبيبتي ياسينيا نشكركم على الزياره ونشكر اختي وحبيبتي وسيله اللي تحت لنا هذه الفرصة اللي رانا اليوم ملتمين هنا عند نصيرة ونشكر بناتي العزاز اللي راهم مورا يشوفوا فيا نشكرهم بزاف اللي عاونوني بزاف وقاموا بالتحضيرات معايا بنتي حزية خولة مريم راهم كاع معايا اليوم وراهم فرحانين وان شاء الله مره اخرى ان شاء الله نشوفوهم في قاعده من تمي كامل معايا ان شاء الله يا رب نوجه لهم تحيه للجميع نقول لهم صحه رمضانهم وانا بدوري نشكر صاحبه هذا اللباس الجميل سيده ساميه زمزوم وايضا نشكرك انت سيده نصيره على الحلويات وعلى هذه القاعده احنا في بيتك يعطيك الصحه وايضا نشكر الفرقه التقنيه اللي موجوده معنا
مشاهدينا اللي نقول لكم هذه الاجواء صوت وصوره، كل من مجيد ركاي، رسيم ارسقي، جمال بوحفص، بوعزاره سليمان، ومحمد درارني. شكرا لكم على هذه القعده الرمضانيه العاصميه الجميله جدا. بهذا مشاهدينا الكرام نقول لكم صحه فطوركم، صحه رمضانكم، تهلاو في روحتكم، نلقاكم اكيد في عدد واحد اخر من فقره تراث بلادي. سلام. شكرا لك زميلتنا ياسين يا حسيني، وشكرا لضيفاتك، شكرا الخاص للسيدة نصيرة بوديسة حامية التراث. والمهم والأهم اليوم هو الحفاظ على هذه العادات والتقاليد واستمرارها كمولود ثقافي كان سائد ومازال سائد في أنحاء المحروسة، ولم يبقى منه سوى الذكر الحسن. من الديكور العاصمي نروحوا ديكور رمضاني آخر مع ركن الديكور والجديدة على البرنامج. خلينا نقول لك زميلتنا، أي زميلتنا زهور دحدوح في ركن الديكور، نلقاوها بعد الفاصل. صباح الخير زهور. صباح الخير حبيبتي، صحة رمضانك، رمضان كريم للمشاهدين، ومرحبا بك معنا في فريق برنامج صباح الخير. الله يسلمك. إن شاء الله يا رب المشاهد الكريم يستمتع بالفقرة اللي تقدميها انت، احنا نستمتع وانت تكوني مرتاحة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اذا زهور اليوم راح نتكلموا على موضوع مهم وديكور مهم، خاصة هنا في رمضان. احنا في رمضان كاع في النهار كامل نستناو غير هذيك المائدة. فوالا جوستومون. ايه وكاين يعني ديكور خاص، والان يعني الله يبارك ما شاء الله الاواني متنوعه، ونعرفوا انه احنا ننسى نحبوا هذا، نحبوا دائما يعني تكون حاجه جديده ولا ديكور جديد على المائده حتى تفتح الشهيه. اليوم نتحدثوا على نشوف فيه انا ديكور ملكي. ميرسي. جوستومون كيما قلتي كي يجي رمضان جينيرالمون نحبوا لا فيسال جديده كيما حنا نقولوا بالدرجه الفال تاع رمضان. واليوم راح نهضروا على كومون بو ديكوري لا تابل تاع الافطار بامكانيات متوفره في كاع البيوت وتكاليف قليله. هذا هو المهم الاهم. فوالا الوغ كاينه لا فيديو دوك جوز كيفاش نديروا دي سيت دو تابل. فوالا الوغ هادو لي سيت دو تابل نقدروا حنا نخدموهم جينيرالمون كاع الامكانيات بلوتو لي برودوي هادو يكونوا متوفرين في المنازل. سي دي بلونش اون بوا يتباعوا عند لي بيعوا لي زارتيكل دو غاتو، يديروا ماكسيموم جو 200 دينار 150 دينار. نصبغوهم نورمالمون دوك تجوز اون فيديو توضيحيه، شوفوا الفيديو. فوالا نصبغوها بلا لاك بيضاء، ولي كولور هذه على حساب جو لو ديكور تاع البيوت على حساب ادواق الناس. نصبغوها بلا لاك بيضاء، انا نشوفوا في الفيديو. فوالا اكزاكتومون. الوغ كيما انا نشوفوا نصبغوها افيك اون لاك بيضاء و افيك اون لوتر افيك اون لوتر باردون بانتور دوري، نديروا هادو لي تاش دوري و افيك ان فيل دوري نلقاوه عند لي ميرسوري، نديروا ان كوردون في كاع لو تور سوا بلا كول شود و بيان سوبر غلو على حساب كيما قلت لك على حساب الامكانيات المتوفره. وهذا السيت دو تابل واش بيان يعزل الحراره، يعزل البروده على الطابله، اي او ميم طون سي ان ارتيكل ديكوراتيف شباب. ونقدروا اوسي كان اون اوتر فوتو نقدروا اوسي نستعملوه ان بلاطو ديكوراتيف لا تابل باس، ولا لا فام كاريمون ديرو في لا كوافوز تحط فيه لو ماكياج ولا لي بارفان جونغ ان بلاطو ديكوراتيف اون ميم طون. يعني طريقه بسيطه ها نقدروا وبتكاليف قليله. قليله صح وسهله، والمراه في الدار يعني تقدر تدهي نفسها كما احنا نقول. فوالا جونغ نقدروا تكون عندنا اون تابل اشغال يدويه. اكزاكتومون اون تابل بيان ديكوري با فورسيمون يكونوا لي زارتيكل غاليين ولا بتكاليف كما قالت زهور قليله وبمواد يعني نلقاوها متوفره وباثمان ايضا يعني في متناول الجميع، نتحصلوا على مائده الله يبارك ما شاء الله كما رانا نشوفوا فيها. هذا غير جزء منها، انا كنت مدبيه وكنشوف كي تكون كاع معمره بالماكولات. صح الله يبارك ما شاء الله، واللون ملكي يعني جينيرالمون لو باردون لو بلون اي لو دوري جونغ ما يديموداش. صح c'est une couleur vraiment. وكما قلت لي في الكواليس زهور انه هاد لي سيت دو طابل اللي جايين بالخشب، قلت لي ان علاش مناح ايضا لانهم الحراره يعني الحراره كي نحطوا عليهم اسيات شود تعزل الحراره على لا طابل
تاع ماشي كيما كيكونوا دي سيت دو طابلو ان بلاستيك جوغ ما تعزلش الحراره على لا طابل فوالا ونقدروا نلونوهم بالالوان اللي نحبوا على حسب الاذواق على حسب الاواني على حسب ديكور البيت على حسب الاذواق هي وال رانا نشوفوا ايضا حبيت انا لو كان من فضلك حبيت نشوفوا هذاك الحلقه اللي عليها راهيك فوالا هذا فوالا لاتاش سيرفيات ولا لانو تاع لي سيرفيات وهذه ايضا هذه الحلقه صنع يدوي ايضا فوالا صنع يدوي بلا غيزين هي فوالا سي دي مول نشوفوا يعني الله يبارك ما شاء الله وصنع يعني هنايا وي وي هذه سي اون جون الجيريان اللي خدمتهم الله يبارك ومام تكاليف يديروا 150 دينار لانو فريمون وشوفي لو روندو كيفاش يجو مع سا سيرفيات جميل وجميل جدا المره الجايه ماذا بينا احنا نشوفوا طريقه الصنع طريقه الصنع والله ماذا بينا ان شاء الله فوالا الوغ هاي سيت دو تاب كيما وريت لك ان بلاطو ديكوراتيف اي او ميم طون نقدروا احنا بوكو بلوس وشي همنا سي طاوله تاع الافطار لهنا هكا سيت دو تابل هذه تاع ضيوف حتى وي بوكو با ميم دائما كما يقولوا واحد يفشش روحه يفطر في اون تاب بريزونتابل يعني الله يبارك ما شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه شكرا زهور ان شاء الله يا رب نتمنوا الايام المقبله حتجيبي لنا اعمال اخرى ان شاء الله ان شاء الله صحه فطوركم وتقبل منكم الصيام شكرا يعطيك الصحه زهور ومرحبا بك مره ثانيه في برنامج صباح الخير يا الجزائر نتلاقاو بكم الاسبوع القادم بحول الله ان شاء الله ميرسي حبيبه بلمزه يا زهور اذا كما سبق لي وذكرت في بدايه الحصه اليوم 16 افريل وككل سنه نحتفل ولا يحتفل الشعب الجزائري بيوم العلم تمجيدا للعلماء وايضا لناشري العلم وأيضا ايضا احياء لمآثر رائد النهضه العلميه الثقافيه الدينيه المصلح المجدد رئيس جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ العلامه عبد الحميد بن باديس في الذكرى 81 على وفاته ومن ورائه الكثير والكثير من العلماء الاجلاء في مختلف التخصصات ورقه في الموضوع مع الزميل طاهر حليس العلم يبني مجتمعات الحضارة والجهل يهدم كل الحضارات العلم قيمة علمية معرفية حضارية تصبو إليها كل الشعوب في العالم العلم عماد الحضارة وهو أداة للرقي والتطور لذلك يحظى باهتمام وتركيز المجتمعات والجزائر كباقي شعوب العالم تولي اهتمامات كبيرة في المجالات العلمية فمن الكتاتيب في المساجد إلى المدرسة إلى الجامعة هي المنارات العلمية التي نقتبس من مناهلها من أجل المعرفة والرقي بمجتمعنا في شتى المجالات لذلك تحيي الجزائر كل عام يوم العلم المرتبط برائد النهضة العلمية الفكرية بالجزائر العلامة الإمام عبد الحميد بن باديس الشيخ بن باديس الذي حارب الاستعمار الفرنسي عن طريق محاربة الجهل والبدع في المجتمع الجزائري فأسس سنة 31/900 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كانت بحق منارة للعلم ثم أسس العديد من النوادي العلمية منها نادي ابن باديس بقسنطينة وللجمعية الفضل كل الفضل في تأسيس العديد من الفرق الكشفية التي كانت تلقن النشأ العلم والقرآن وتغرس في نفوسهم مبادئ الهوية الوطنية كان الفضل كل الفضل للعلامة الشيخ ابن باديس في النهوض بنهضة علمية ثقافية في المجتمع الجزائري لذلك تحيي الجزائر هذا اليوم من كل عام وتقف عند مآثر الشيخ
من أجل تمجيد العلم والعلماء. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف، فالعلم نور والجهل ظلام. كما قلت منذ قليل أن يوم العلم أيضا يأتي لتمجيد العلماء وناشري العلم، ومن بين ناشري العلم نجد المعلم أو المربي والأستاذ اللي هو مربي الأجيال وباني العقول والمجتمعات. ويوم العلم هو يومك أيضا، فاسمح في هذا اليوم من الجميع أن يعبروا لك على اعتزازهم وافتخارهم بك، مثل الأستاذة، مثل هذه الأستاذة في موضوع الزميلة حياة مقطوف. احتفالاً بيوم العلم والمصادف للسادس عشر أفريل من كل عام، نظمت حضانة أكاديميا بحسين داي حفلاً إحياءً لهذا اليوم الخاص، وهذا بالتعاون مع متوسطة جعفر قدري خوجة. جاءت المبادرة أيضاً عرفاناً بعطاء الأسرة التربوية. مبادرة اليوم هي الاحتفال بيوم العلم، وفضلنا أن تكون توأمة بين الحضانة وبين هذه المؤسسة المتوسطة جعفر قادر خوجة الموجودة في حسين داي، حتى جئنا لنكرم الأساتذة لأنهم هم القدوة، هم المستقبل. من يقول يوم العلم؟ يقول الأستاذ المعلم. لم نجد مبادرة أحسن من هذه لنحتفل بهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن. افتتح الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والاستماع للنشيد الوطني، وتضمن البرنامج جملة من الفقرات الغنائية والمسرحية من أداء براعم الحضانة. كما اختتمت المبادرة بتكريم أساتذة المتوسطة نظير مجهوداتهم ودورهم في تربية وتعليم أجيال المستقبل. التفاتة طيبة من طاقم المدرسة التحضيرية لنا، اعتبارا على كل المجهود الذي يقدمه المعلم، خاصة في هذا الزمن، في هذه الأيام، إذ نحث أبناءنا دوما على ضرورة التسلح بالعلم للتغلب على الجهل، فمن يتأهب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفار. على أبنائنا التسلح بالعلم، ودوما يرجع التطور فضلا عن كل المجهودات التي يقدمها المعلم اليوم. فتحية وألف تحية لكل أستاذ جزائري. ويأتي يوم العلم تخليدا لذكرى العلامة عبد الحميد بن باديس، وهو القائل: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. عيد يذكرنا أن طلب العلم لا يعرف حدود الزمان والمكان. إذن كما قلت منذ قليل، فيوم العلم فرصة لكل نبعث الامتنان، الشكر والتقدير لكل الأساتذة، لكل المعلمين. لكم في القلب الحب الكبير، وأيضا لكم مكانة كبيرة وخاصة في ذاكرة الأجيال التي لا تختفي أبدا. فألف تحية وشكر لكم. ركن المفكرة الثقافية لنا بالعيد حاضرة معنا بعد الفاصل. صباحك سعيد زميلتي لينا، وصحة رمضانك. صحة رمضانك زميلتي. شكرا. حبيبة، صحة رمضانكم كامل مشاهدينا الأعزاء، باعتبار أني هذه أول إطلالة لي في هذا الشهر الفضيل. الله يبارك، شكرا لك لينا، وماشي آخر إطلالة. أكيد أكيد راح نطلع على المشاهدين خلال
شهر رمضان في ركن الأجندة الثقافية وركن آخر راح نتعرف عليه غدوة إن شاء الله. غدا بحول الله. إذن لينا اليوم جيتي هذه الصبيحة في جعبتك مجموعة كبيرة من الأخبار والمواعيد الثقافية، لكن قبل هذا عندك موضوع. موضوع أكيد راح نتحدث على مشاهدينا الأعزاء عن عودة النشاطات الثقافية هذا العام عكس السنة الماضية اللي كان فيها إغلاق شامل وعزل بيتي بسبب كورونا، والشهر رمضان اللي جوزناه العام اللي فات يعني في أجواء استثنائية وخاصة. هذا العام المؤسسات الثقافية سطرت ونظمت برامج متنوعة وثرية خاصة في السهرات الرمضانية. على رأس هذه المؤسسات الديوان الوطني للثقافة والإعلام والمسرح الوطني الجزائري ومركز تطوير السينما والسمع البصري والعديد من النشاطات نتعرفوا عليها في هذا الموضوع ثم نعود. الحياة الثقافية تستعيد نشاطها وحيويتها بحلول شهر رمضان المبارك. تعود التظاهرات الفنية والليالي الرمضانية هذا العام إلى الجمهور وعشاق الفن والثقافة. المؤسسات الثقافية وعلى رأسها الديوان الوطني للثقافة والإعلام تبرمج نشاطات واحتفاليات بعد ركود ثقافي أحدثه وباء كورونا شهر رمضان الماضي جعل الثقافة حبيسة العزل البيتي. سيكون فيه برمجة على مستوى وطني لليالي رمضان. هذا التظاهرة الراسخة في تقاليد الديوان من حيث البرمجة راح تكون هذا العام أكيد على مستوى كل قاعة التابعة للديوان الوطني للثقافة والإعلام. في الجزائر العاصمة تكون على قاعة الأطلس، في وهران قاعة المغرب، وأيضا في مدينة قسنطينة بالنسبة لقاعة أحمد باي، وكل الولايات اللي فيها الديوان حاضر. الطبوع الغنائية اللي راح تكون تواكب الطابع الروحاني والتقليدي للشهر المبارك. برامج الأطفال أيضا راح تكون حاضرة، البرنامج السينمائي حتى هو أكيد مع كل الاحترازات الوقائية الخاصة بتفشي فيروس كوفيد 19. إذا طاقات الاستيعاب للقاعات راح تكون 50%، لكن الجمهور أكيد والعائلة الجزائرية نتمنى وتكون في الموعد. شهر رمضان الماضي نقلت أغلب النشاطات الثقافية إلى العالم الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي، حتى روح المسرح نقل إلى الفضاء الأزرق. اليوم وبعد انتعاش الفن الرابع من جديد يضرب المسرح الوطني الجزائري للجمهور موعداً لسهرات رمضانية تتضمن عروضاً مسرحية موجهة للأطفال والكبار. النجاح الذي عرفته الطبعة 14 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف. اليوم نحن بصدد تحضير برنامج خاص بشهر رمضان المعظم، بطبيعة الحال في عروض مسرحية للمسرح الوطني الجزائري ولمختلف المسارح الجهوية. تستقبل الجمهور في المسرح الوطني الجزائري بعد صلاة التراويح، يعني بالضبط ابتداء من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 11:30. سينماتيك الجزائر والمؤسسة الثقافية المهتمة بتطوير السينما تقترح برنامجا سينمائيا ثريا ومتنوعا وعروضا سينمائية متأقلمة مع خصوصية شهر رمضان المعظم، موزعة على حصص ساعية مختلفة وتلبي مختلف أذواق وميولات الجمهور المتعطش للفن السابع. احنا كمتحف الجزائري للسينما سينماتيك دائما عندنا كما يقولوا ثقافة السيني كلوب في شهر رمضان، وبالتالي عندنا عروض أفلام قصيرة لشبان اللي عندهم أعمال جديدة. برمجنا يعني أربع يعني كما يقولوا دي بروغرام تاع أربع أسابيع، كل أسبوع نجوزوا أن سيني كلوب فيه أفلام قصيرة للشبان. وميم طو عندنا الأفلام الثورية، الأفلام التاريخية، وأيضا الأفلام الدينية. في بمناسبة رمضان دائما يكون الأفلام العربية بقوة، لأنه المتحف الجزائري للسينما هو أكبر سينماتيك في الوطن العربي. المركز الجزائري لتطوير السينما كان عنده برنامج
خلال سنة 2020، لكن مع أزمة الكوفيد يعني وخرنا كل هذا البرنامج وتوقفت عفوا كل الأنشطة الثقافية. إذا هذه السنة عودنا رجعنا للنشاطات الثقافية، وبداية بدينا من مارس، من 15 مارس، من 15 مارس إلى يومنا هذا، وما زلنا نواصل في برمجة العروض الشرفية للأفلام اللي أنتجت خلال السنتين 2020 و2021، أفلام روائية طويلة، أفلام روائية قصيرة، وكل هذا كان كما قلت بداية من 15 مارس 2021، ونواصل هذا البرنامج يعني خلال شهر رمضان المبارك، زيادة إلى العروض الشرفية. المركز الوطني للسينما والسمع البصري في شهر رمضان المعظم راح يكون في شقين، جانب يعني راح يكون على صفحات التواصل الاجتماعي، وجانب آخر تطبيق يعني على أرض الواقع، والآخر افتراضي. طبعا في الجانب الافتراضي راح نقدموا عروض على مواقع التواصل الاجتماعي لأفلام جزائرية اللي طبعا تتوالى مع شهر رمضان المعظم، ايضا تقديم عروض سينمائيه في ولايات مختلفه، وهذا حيكون عن طريق طبعا التعاون مع مديريه الثقافه لكل ولايه. البرنامج لحد الان راح تكون هناك 10 ولايات في البرنامج، من الشرق، من الغرب، من حتى الجنوب. هذا البرنامج راح يكون تقديم أفلام سينمائية، أفلام كلاسيكية وأفلام جديدة. طبعا في المناطق اللي ما فيهاش قاعة سينما راح نكون العروض في الساحة العمومية، ويعني في الساحة العمومية في الولايات. وطبعا اللي عندهم قاعة سينما محترمة وكان أجواء، طبعا أجواء المناخية تكون ملائمة، إلا ما كانش نديروا العروض تاعنا في القاعات. كما جرت العادة، إذن ستشهد المؤسسات الثقافية المختلفة انتعاشا ملحوظا بحلول شهر رمضان الفضيل، باقات متنوعة من النشاطات الفنية والثقافية، ومهرجانات ستصنع الحدث. وهكذا سيتعافى المشهد الثقافي تدريجيا هذه السنة من انتكاسات أحدثها كوفيد-19. إذا مشاهدنا الأعزاء، كما شفنا في هذا الموضوع، باقات متنوعة من النشاطات و البرامج نظمتها المؤسسات الثقافية عبر الوطن. مشاهدينا، إذن دور الثقافة أيضا عبر الوطن نظمت العديد من البرامج نتعرفوا عليها. أولا نظمت وزارة الثقافة والفنون مسابقة رمضان لفن الخط العربي والزخرفة بالجزائر، بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة فيها. وسيحتضن قصر الثقافة مفدي زكريا يوم الاثنين المعرض الوطني للزخرفة والخط العربي إن شاء الله. نروح ونشوفوا الولايات الأخرى واش نظموا أيضا كبرامج لهذا الشهر الفضيل. ولاية سكيكدا نظمت دار الثقافة هناك سهرات فنية متنوعة منها المالوف والشعبي، وعروض مسرحية وفكاهية وقراءات شعرية، وليالي رمضان للإنشاد والمديح ابتداء من 18 من شهر أبريل، فكونوا في الموعد سكان ولاية سكيكدا. نروح الآن إلى ولاية أخرى، إلى ولاية بشار، حيث تنظم دار الثقافة والفنون لولاية بشار أيضا برنامج متنوع، معارض فنية، ندوات فكرية، حفلات إنشادية ومسابقات دينية والعديد من المسابقات لفائدة العائلات والأطفال، بإمكانكم المشاركة فيها في هذا الشهر الفضيل. الآن إلى ولاية أخرى، إلى ولاية ميلا، حيث تنظم دار الثقافة هناك برنامجا ونشاط فني لإحياء هذا الشهر الفضيل، معارض فنية تشكيلية ونشاطات فكرية وقعدات تراثية وموسيقى أندلسية والعديد من الحفلات. إذن حبيبة كانت هذه المواعيد الثقافية عبر الولايات اللي تنظمها دور الثقافة والمؤسسات الثقافية خلال ليالي رمضان
أيضا التلفزيون الجزائري يقدم للجمهور باقات متنوعة من البرامج والإنتاجات الرمضانية خلال سهرات رمضان. شكرا لك تيك صحة لينا على الحضور، تلقوا بك غدا بحول الله في ركن مغاير. إن شاء الله حبيبي. إن شاء الله يا رب. فاصل غنائي ونستقبل بعدها مباشرة آخر ركن في البرنامج. بحملك بمحمد رب السماء هناك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم آخر ركن في برنامج صباح الخير يا جزائر هذه الصبيحة الركن الأخضر مع نسرين ناشي بعد الفاصل. صباح الخير نسرين ورمضان كريم. صباحك سعيد يا حبيبة ورمضان كريم، صباحكم بالربح إن شاء الله أعزائي المشاهدين، وإن شاء الله تصوموا رمضان بالصحة والهنا لكل الأمة الإسلامية والجزائريين والجالية الجزائرية. إن شاء الله ينعاد علينا وتكون الصحة برك والهنا في هذا سنة رمضان يا رب. إذن كما وعدتينا نسرين الأسبوع الفارط وعدت المشاهد الكريم أنه شهر رمضان الفضيل إطلالتك راح تأقلميها مع هذا الشهر وراح تتحدي في كل مرة على النباتات العطرية ولا اللي نستعملوها في المطبخ. نستعملوها في الطبخ. بديتينا بالكرافس. بدينا بالكرافس لأنه عنده أهمية كبيرة صح. كبيرة في الطبخ، وكذلك عنده أهمية في الصحة ديالنا، يلعب دور كبير لأنه دراسات علمية راهي مازالت تجرى على هاد الأنواع النباتية ولقاو أنها مليحة بزاف. إذا يعيطوا له السلغي اللي هو احنا نقولوا له الكرافس اللي هو الأبيوم غافيولانس الاسم العلمي تاعو، هو من عائلة الأبياسي. إذا كذلك الأصل ديالو أعزائي المشاهدين من مناطق البحر الأبيض المتوسط لوباسيا ميديتيرانيا، هذا يعني أنه ينمو بكل سهولة. ويعيطوا له كذلك سيلغي، يعيطوا له كذلك بيرسيل دي ماري، يعني لي تيران ماريكاج. واش هي لي تيران ماريكاج؟ هما كما نقولوا حنا المرجة المناطق او الأطربة اللي تكون فيها المرجة، اللي تكون فيها الماء، اللي تكون فيها، لانه علاش هاد الانواع كما الكرافس كما كذلك المعدنوس كما يحبوا بزاف الأطربة والمناطق اللي تكون المرجة اللي تكون مشبعة بالماء، وينوضوا كما الويدان هكذا وين كل كاين الماء. إذن هاد النبتة تبقى نبتة تاع لي بوتاجي، نستعملوها بزاف مثلا في البيوت اللي عندهم حدائق، نستعملوها كذلك يا حبيبة حاجة اللي مليحة. البوتاجي ماشي غير في الحدائق الخاصة، ماشي اللي عنده فيلا برك، اللي عنده حتى اللي عنده يعني ابارتمون شقة ممكن انه يستعملها في لي بالكون في لي باك، لانها تبقى نبتة تاع لي باك تاع لي تيرين. ممكن اني نكاثرها عن طريق عملية التكاثر ديالها اللي هي لو سومي اللي هي عملية البدر اللي نقوم بها في شهر فيفريي حتى الأفريل، مي أفريل يعني ممكن أن نقوم بعملية البدر، ولازم البدر يكون في دي تيرين سخونين نوعا ما. وباش نسخنوا نوعا ما لي تيرين لازم نقدروا نستعملوا لاسيغ دو لياج، يعني نجارة الفلين ممكن أن نستعملها، ممكن أن نستعمل تبن باش نغطيها من الفوق، ممكن أن نستعمل مثلا دوبال بطبيعة الحال دوبال تاع الأوراق، وممكن أن نستعمل كذلك الفوميي يعني فضلات الحيوانية اللي تكون محللة، مهم جدا ما نستعملهاش هكذاك لأنها أسيدة حتحرق لي كامل هاد الأخر، اللي تكون محللة باش تعطي نوع، لانه علاش لو فيمي حياتي سخانه نوع من السخان هذه الانواع النباتيه، لان يحب الاطربه الخفيفه ولكن تكون مشبعه بالماء.
هذا ما يعنيش لما نحطها في محبس ولا نعمرها بالماء ولا حداري، نسقيها فقط ونخليها تنوض. ومن بعد تيك اللي عنده حديقة مثلا خاصة، لأنه علاش التربية ديالها تكون في ليتيرين باش ينوضوا، يعني عملية البدر ديالها. ولكن من بعد لما تصبح عندها ورقتين حتى لست أوراق ممكن أني نرفدها ونحطها في محابس يكونوا صغار ونخليها تتربى، ونزيد نغرسها اللي عنده حديقه خاصه ممكن انه يكبر المكان ويغرسها ويخليها تولد له مليح. يعني الراس تاع الكرافس ممكن انه احنا نتكلموا بالراس يا اخي، اعطيني راس كرافس يقول لك، اذا ممكن انه تخليها تولد لك ويتعمر لك هذاك الراس مليح. نعم في الارضيه ديالك. يحب الاماكن النصف ظليه، ما نحطوش في الاماكن المشمسه، لانه علاش الاماكن المشمسه ممكن انه تاثر عليه. مكان نصف ظلي ماشي ما يضربش فيه الشمس، يضرب فيه الشمس ولكن ماشي هذيك القاسحه نهار كامل. اذا هذا واش عندي نقول لك على هذا النوع تاع النباتات من حيث النبته كيفاش نغرسوها وين نحطوها. اذا واش نقول لكم انه ممكن تحطوها كما قلنا في البالكون وتستعملوها خاصه في شهر رمضان، نحطوها في الشربه. ممكن ان نستعمل الغصن كما قلتي يا حبيبه مقبله في الشربه، كاين اللي ما يستعملوهاش ولكن كاين اللي يستعملوا ورقه غصن هكذا كما راهو هكذا، مش كثير هكذا ترميها هكذا نوعا ما هكذا ترميها. كذلك ياكلوها اون سالاد، الحاجه اللي مليحه بزاف ياكلوها درك يديروها. شوفي بكري يعني ماتنا كانوا يحكموا هكذا، ينقوا برك شويه الغصن ديالها ويغزوها مليح ويغزوها مباشره. هذا واش حبيت نقول، يغزوها مباشرة، وهذا رائع بالنسبة للصحة لأنه يحتوي على البروبيتينات، ألياف نباتية، حتى اللي يتبعوا حمية غذائية، أنتي باكتيريا، نعم أنتي باكتيريا، أنتي أوكسيدان، محارب للخلايا السرطانية، يجدد الخلايا كذلك. يعني. إذا عنده فوائد كثيرة كثيرة ورائعة ومليحة بزاف للصحة خاصة للكولون. إذا يحارب كل الخلايا السرطانية لأنه عنده لونتي أوكسيدان والالياف الغذائيه المهمه لعمليه الهضم. يعطيك الصحه. شكرا لك يا حبيبه. اليوم للكرافس وغدوه بالك الكسب. نشوفوا بالك على شاء الله يا رب. فكره فقط. يعطيك الصحه نسرين. مع نسرين ناشي والركن الاخضر وصلنا الى ختام برنامج صباح الخير يا جزائر. لا تنسوا موتاكم موتى المسلمين بالدعوه الصالحه. جمعه مباركه للجميع، رمضان كل كريم. تلقوا بكم غدا بحول الله. سلام. جاك السعد عليك صبح ولحلامك تفصيل يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير.